رمضان كريم، واحنا بجد مبسوطين بلمتنا النهارده وبرعايه طبعا الاستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعه. ودلوقتي حابين نسمع منه كلمه، ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. بناتي وابنائي طلاب جامعه القاهره، اهنئكم بهذا الشهر الكريم، واهنئكم ايضا بذكرى انتصار مصر في حرب العاشر من رمضان، حرب العاشر من رمضان، حرب العزة والكرامة وقهر الأساطير، والتي أصبحت تدرس في كل الأكاديميات العسكرية في العالم. ففي شهر رمضان لا ننسى أبدا هذه المعركة وهذه الحرب التي استردت فيها مصر عزتها وكرامتها وأرضها. أسرة الأجل مصر بتمثل التيار الوطني العام الذي نلتقي عنده جميعا مهما اختلفت مشاربنا ومهما اختلفت أطيافنا. أنا سعيد إن احنا نفطر مع بعض النهاردة، وسعيد إن يكون في تمثيل لكل الكليات، وسعيد بهذا التنظيم الرائع والراقي والحضاري. فأنا بهنئ أسرة الأجل مصر، وبهنئ اتحاد الطلاب، وبهنئ كل من ساهم في هذا التنظيم الذي يليق بجامعة القاهرة ويليق بهذا التيار الذي يعمل من أجل وطنية. كل عام وأنتم بخير، ودوما نراكم في المناسبات الجميلة، ودايما معنا على الطريق من أجل مصر.